هذه فكره اللي ربما ماشي صحيحه 100%، لان تنديو معنا الامور اللي ما نلقاوهاش تماك، ولا الامور اللي غتكون عندنا صعيبه باش نلقاوها تماك. اما الامور بحال الحريره مثلا، بحال الزنجلان، بحال زريعه الكتان. ياك كدير معكم دي زانغريديون ولا؟ لانه كاين ان بروغرام اليمونتيغ اللي تيتقاد مع 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 ليكيب كامله، مع الطاقم الطبي اللي تيتراسو الدكتور هيفتي، مع الطاقم التقني بطبيعه الحال، مع الكوتش، مع مصطفى، مع باتريس اللي هو الجوان تاعو ديال الكوتش. يعني ماشي غير تنجيو تنعطيو له بروغرام هكاك، فكاين توت ان بروغرام اليمونتيغ اللي تيدار، وتنشوفوا على حساب واش غنمشيو ثلاث ايام قبل الماتش ولا اربع ايام ولا يومين، على حساب شحال من حصه تدريبيه غنديروا، واش وحده ولا جوج. يعني كاين بزاف الامور اللي تنعتمدوا عليها باش نديو هذاك لو بروغرام اليمونتيغ. تبارك الله. سي نبيل العياشي، المشاركه ديالك في المنتخب الوطني خلات بزاف من الجمهور خصوصا في مواقع التواصل الاجتماعي انهم يطرحوا بعض التساؤلات وتيقولوا اش كيدير نبيل العياشي تما بزاف. انا الوالده كانت كتفرج في المنتخب في الليل، قالت لي الصباحيات ولات كتدوز. اللي بغيت نسولك السي نبيل هو يعني بزاف كيسولوا على سر النجاح ديال المنتخب الوطني واللعب ديالهم، لان تبارك الله كونديسيون فيزيك ديالهم كانت مزيانه الحمد لله. واش السر هو الحسوه وداك الشيء؟ سميتها الاخرى هذيك بالبوله، بالبوله والاخرى اللي كتقول لهم لا ماشي الحبه السوداء، زريعه الكتان. زريعه الكتان. قول لي يعني واش بصراحه يعني واش سوء التغذيه مثلا ولا طريقه الاكل ممكن تاثر على اداء اللاعبين؟ بطبيعه الحال، بطبيعه الحال هذه مساله مفروغ منها، لان ملي تنشوفوا ان اللاعب عنده واحد المجهود، مجهود بدني وذهني في نفس الوقت، لانه خصو يبقى مركز، خصو يعرف كيفاش يمشي، وفي نفس الوقت مجهود بدني. فالحاجه الوحيده اللي تيمكن لها تعطيه الطاقه هي التغذيه ديالو. فملي تنشوفوا ان كبريات الانديه الان في العالم وكبريات المنتخبات ولا عندهم اخصائي في التغذيه، فاحنا الحمد لله يعني انا كان شرف ليا بدا باش انني نكون ضمن المنتخب، وهذا كان حلم ديالي منذ الصغار، والحمد لله يعني كان عندي الشرف باش نكون مع هذا الفريق هذا. فاكيد ان النظام الغذائي تيقدر ياثر يا اما بشكل ايجابي او لا بشكل سلبي. يعني انا مفروغ منها. سمعت بانك انت حار من اللعابه من الشهوات، ماشي من صاري معاهم، يعني كتقول لهم خصكم تتبعوا هذا، ولكن حتى هما تيتفاهموا. يعني لان ملي تنجيو مثلا بحال دابا قبل الماتش كاين شي امور اللي هي ممنوعه، بحال اش مثلا؟ بحال دابا المناضه ممنوعه قبل الماتش، ما تكونش في هذيك العشر ايام قبل الماتش. بعض الانواع ديال الامور ما تكونش كاع 10 ايام ما يشربوش مناضه، لا ما كايناش، ما تدورش مناضه. سول فيصل ما كايناش مناضه، كاين اتاي تيدور، اتاي بسكر، اتاي كاين تيدور. دايوغ فيصل اللي ما كانش اتاي في الطبله راه ماشي ضروري، خصك دير اتاي في الطبله مع الغداء ياك. اتاي ضروري، الا ما كتشربش اتاي ماشي مغربي. برافو عليك.